كحك العيد أو الكحك، والنهاردة إن شاء الله هنعمله بالعجمية. بالنسبة للمقادير عندنا 1 كيلو دقيق، 100 جرام سكر بودرة، عندنا 1.5 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 0.5 معلقة صغيرة ملح، 1 معلقة كبيرة ريحة الكحك، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 600 جرام سمن و 160 جرام لبن. وبالنسبة للعجمية عندنا 3 معالق كبيرة سمن، 2 معلقة كبيرة دقيق، 340 جرام عسل أبيض، 1 معلقة كبيرة سمسم، و 200 جرام عين جمل يكون مجروش، يعني مش عايزينه صغير قوي ولا كبير. أهم حاجة في الكحك البلدي بتاعنا إن إحنا نقدح السمن، فأنا هاخد السمن وهحطها على النار وأسيبها لحد ما تقدح، وفي الوقت ده هحط كل المقادير الجافة. حطيت الدقيق، السكر البودرة، الملح، بيكنج باودر، ريحة الكحك، الفانيليا هحطها مع اللبن بس هخليها للآخر، والسمسم هحطه الأول مع السمن اللي بتقدح، وبعد كده هنحطهم كلهم على بعض. هقلب كل المقادير الجافة مع بعض علشان تختلط كويس قبل ما احط عليها السمن. اوكي كده كفاية، هاخد البول على جنب علشان اعرف احط السمن عليه بسهولة. السبب ان احنا بنحط السمن وهي مقدوحة على الدقيق هي ان لما بنسخن الدقيق وهو طبعا هيسخن قوي لما هنحط عليه السمنه المقدوحه، بيخلي الدقيق ما يقدرش يكون خيوط جلوتين، علشان كده الكحك بتاعنا يطلع ناعم، لان احنا بنقعد نقلبه وخصوصا لما بيتعمل بالايد بيفضل اسمها يبسوا الكحك او حاجه كده، وده علشان كل دي يتشرب بالسمن. فكل ما بنعجن اكتر كل ما بنقوي خيوط الجلوتين، لكن لما يبقى الدقيق سواء محمص في الفرن او محطوط عليه سمنه سخنه ده بيخلي الحكايه دي تحصل، اللي هي ان الدقيق ما يقدرش يكون خيوط الجلوتين بعد ما بنحط عليه السوائل. اوكي هشوف كده اوكي فاضل لها حاجه بسيطه وتبقى سخنة كفاية. أنا بعرف إذا كانت سخنة ولا لا لو حطيت شوية كده فوق الدقيق ولقيتها ابتدت تفور فوق الدقيق، يبقى كده هي خلاص سخنت. لو لسه يبقى هستنى شوية لما تسخن أكتر. ودلوقتي خالد هيشاركني في المطبخ. ازيك يا خالد؟ اهلا بيك. الحمد لله. اهلا بيك، اتفضل معايا. جاي بعجنه؟ ما انا كنت فاكر ان انا جاي اعجن. لا لا، النهارده هنعجن مودرن. اوكي طيب بص، احنا كده قدحنا السمنه، بس تبعد شويه عشان انا خايفه عليك. اوكي السمنه كده دلوقتي سخنه خالص مقدوحه، حط عليها السمسم علشان السمسم يتحمر، وهاخد السمنه و السمسم احطهم على الدقيق. زي ما احنا شايفين بيغلي بيفور، ودلوقتي هجيب هنا ونبتدي نقلبهم. ولما الدقيق يتشرب السمنه تماما هحط اللبن، ده هيكون اخر حاجه فاضله، اللبن مع الفانيليا
وبكده نبقى جهزنا عجين الكحك. هنيجي هنا نعمل العجمية. بتحب العجمية؟ أوكي. أنا فاكر زمان كانوا يقولوا نبس الكحك. أيوة نبس. يعني نبس الكحك كانوا يفضلوا يعجنوا فيه علشان الدقيق يتشرب السمنة تماما. فهو بيتعمل بالإيد كده يفضلوا هي دي بس. هي دي البس؟ بس هي الكلمة بقى جاية منين مش عارف. بس هو ده البس. اوكي دلوقتي نبتدي نعمل العجمية. اول حاجة هنعملها هنسيح السمن. لو عايز انت تعملها. لا لا لا, لا. اكيد لو باظ تقولي انت اللي باظ. سيحنا السمن. حط عليها الدقيق زي بالظبط ما بنعمل البشاميل، بس عايزين اللون بتاعه يبقى غامق عشان هو ده اللي هيدي العجمية اللون البني الحلو بتاعها. ده ابتدى هو تشرب السمن. بتهيألي. طيب ممكن تحط عليه اللبن. يا مرة واحدة. زي ما احنا شايفين حطينا اللبن على الدقيق وكل بقيه المكونات الجافه والسمن. وهنا انا بحضر العجميه. لو احنا شايفين لون الدقيق ابتدى ياخد لون ذهبي، انا عايزاه اغمق من كده عشان كل ما اخد لون كل ما هيدي العجميه لون حلو في الاخر. وهنفضل نقلب نتأكد ان كلهم اختلطوا ببعض. وعلشان العجمية ما تطلعش ناشفة وبتتكسر، احنا عايزينها ناعمة وبتمط كده. احسن حاجة نستعمل الميزان وهنطبخها لحد ما توصل ل 118 درجة مئوية، لان 118 ده هي مرحلة الكرة الطرية او السوفت بول يعني زي ما بيسموها. ولما يوصل ل 118 هنحط معاه السمسم و عين الجمل. انا ممكن احطهم. <بشاريك. تصفيق> بص احنا مش هنستناها علشان نعمل الكحك بتاعنا على طول. احنا عندنا دي عجمية جاهزة، انا عملتها من قبل كده زي ما انت شايف اهي طرية. اوكي فخليني بس ابص على الكحك. زمان بيعملوا المفتقة دي. الحاجات القديمة اللذيذة يعني. انا عمري ما يعني دقتها وانا صغير طفل يعني، بس ما عجبتنيش خالص يعني. اوكي بص هو المفروض ان احنا بنسيبه كان لازم اشيل دي من هنا. المفروض ان احنا نسيبه بس يهدى شويه، هو لسه سخن. اوكي بس معقول يعني ما نقدر نمسكه، وهو لما بيهدى شويه كمان بيبقى ماسك نفسه اكتر. دلوقتي ممكن نشكله يعني. دلوقتي ممكن نشكله. وبعدين اللي بيبقى محشي عجميه مش بيتشكل من فوق، في عارف في زي ال بينقرشوه. بينقرشوه اللي بالعجميه ما بتتنقرش. علشان ما يبقاش في حتت ضعيفه في العجينه. لان العجميه بتغلي جوه الفرن، ترجع تغلي تاني لانها ترجع تسيح من الحراره وبتطلع من العجين. اوكي معلومه جديده خالص. العجميه مش بيتنقش. يعني اللي بيتنقرش من فوق دي واللي بتنقش ده الساده. الساده او اللي محشي عجوه او اللي محشي ملبن او اللي محشي مكسرات. من المهم مش العجميه. مش العجميه لان العجميه عشان العسل والسكر الجامد اللي فيها تلاقيها فارت في الفرن وبتكسر ال العلام. حلو. تحب تجرب؟ اوكي احب. انا كنت ناوي قلت مش هو كده. بس احشيه بقى. لا يعني احشيه من دي. حته عجميه جوه. طب ازاي؟ مش انا كنت فاكر. يا نهار بدي اطلع لك حته. انا مش عارف
كمية تبقى قد ايه؟ لا مش كتير علشان ما برضو ما تبقى حلو. ايوه كده. وبعدين وبعدين ينفع اقفلها عليها بقى. اقفل من هنا كده صغيرة. وطبعا بعد ما نفضل نعمل الكمية دي كلها ونحشيها كلها هندخلها الفرن. الفرن ما بنشغلش المروحة. ممكن ادوقها؟ اتفضل. هي تقريبا مستوية لان السمنة دي سوت العجين يعني. لا انا عايز اعرف طعمها لوحدها. الاتنين دول هيطلعوا بايظين تماما يعني. متأكد يعني شكلهم كده. وبندخله. لا طعمها حلو. طعمها كويس؟ نو نو اتس اوكي. طيب الحمد لله الحمد لله انه عجبك. بالنسبه للفرن بيبقى على درجه حراره 160 وانا بفضل ان ما نشغلش المروحه ويبقى الحراره جايه من تحت بس مش من فوق كمان علشان ما يتحمرش بسرعه ويبقى مقرمش. احنا عايزين الكحك يبقى ناعم. افضل اشتغل بقى لغايه ما اخلص لك. كله هيبقى بعجميه. كله هيبقى بس العجميه دي. اعمل حاجات تانية؟ لا لا عجميه كويس. ده العجميه احلى حاجه. هو الاصلي انا بحب العجميه اكتر حاجه. هي الاصلي. شوف انت بتاخدي قد ايه. قد عين الجمل كده تقريبا. حته قد حته قد حجم عين الجمل يعني. وبكده نكون جهزنا الكحك. فاضل بس ان هو يدخل الفرن. طبعا احنا خبزنا شويه من قبل كده السكر بس هنا. اجيب لك السكر. ممكن تحط لنا سكر بقى على اللي خبزناه قبل كده. انت بتحب الحلو ولا أوي. الحوادق اكتر؟ لا لا الحلويات لا ممكن اعيش على الحلويات يعني. اي حاجه فيها سكر تبقى حلوه. اوكي